اتفضلوا. طيب، مساء الخير حضورنا الكريم داخل مؤسسة تامر وكمان على السوشيال ميديا. اليوم هو يوم مميز اللي بنحتفي فيه بإطلاق موسوعة من 5 أجزاء، والاحتفاء الثاني هو بالباحثين الكبار اللي معانا واللي كانوا طبعا أساس هذه ال5 موسوعات بشغل طويل امتد لأكثر من 40 سنة، واللي كمان شوي دكتور شريف بيشاركنا حول كل موضوع الموسوعة من وين بلشت وكيف بلشت. طبعا نشاطنا اليوم هو بيجي ضمن حملة القراءة في المجتمع الفلسطيني لهذا العام، واللي كان شعار الحملة هو مع أهل الحارة نستعيد البيت والسنارة. وطبعا يمكن الشعار في العادة إيش اللي بيصير، إنه بيصير في حوارات مجتمعية حول هذا الشعار، والسنة يمكن مع توفر كمان السوشيال ميديا قديش كان في حوار مع كل المكتبيين والمكتبيات من البدايات بشكل مركزي، وكان في هذا يعني كيف الجغرافيا كمان اختلطت مع بعض بنقاشها وبحوارها حول البيت. فالبيت كان هو الشيء الرئيسي وهو الهاجس اللي حملتنا اتبنته. لما نحكي عن البيت ما بنحكي فقط عن البيت ببعده المادي، وإنما أيضا ببعده المعنوي، ومع ذلك كمان ببعده المادي كلنا بنعرف إيش اللي بيصير يعني فلسطينيا، صراعنا وصمودنا بنفس الوقت بدفاعنا عن الأمكنة، إذا كان في الشيخ جراح ولا في بيته ولا في غزة ولا في مسافر يبقى اللي يعني ناس بسقطوا من أجل هذه البيوت. ويمكن إحنا كمؤسسة إطلاقنا اليوم لهذه الموسوعة هي جزء من الاحتفاء بالبيت اللي كمان هو معنوي واللي بيشكل الهوية واللي بيشكل الذاكرة واللي بيشكل الثقافة الفلسطينية. فبالتالي إحنا كمان بتصير هذه دورنا وجزئيتنا بحفاظنا على ثقافتنا من خلال التعاون اللي صار بين مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي وبين الباحث الكبير الدكتور شريف كناعني وكمان الأستاذ نبيل علقم. وزي ما إحنا بنعرف طبعاً الدكتور شريف كناعني هو سابقاً كان أستاذ في جامعة بير زيت، علم بدائرة علم الإنسان لفترة طويلة حتى التقاعد، وطبعاً عنده كتابات وعنده مقالات هائلة في قضايا الثقافة، في قضايا التراث، في قضايا الهوية. وطبعاً الدكتور شريف كانت عنده فرص هائلة إنه يدرس بجامعات مختلفة حول العالم، بس هو اختار فلسطين، فالبوصلة كتير واضحة بالنسبة له بتواجده في الوطن وبإنه يكون هو جزء من كل موضوع التوثيق حول قضايا التراث اللي هي بتشكل جزء من هويتنا. ويمكن طبعاً هذا التوثيق هو بيجي من محل إنه كيف الحكايات تكون هي حاضرة مش بس للباحثين، كمان حاضرة للمجتمع الفلسطيني، حاضرة للأجيال الحالية وللأجيال القادمة، حتى لو كانت غير ملائمة للأطفال، بس ممكن تشكل هي محل استلهام لكتابنا، لكل فنانيننا، لأنه كمان هو التراث في يعني ممكن جدا إنه هذه التحولات البصرية من المادة النصية لشيء بصري. في تجليات عديدة للتراث كيف بيتم تحويله لمواد معرفية مختلفة. يعني ما بعرف إذا ممكن إنه هنا كمان كمؤسسة علاقتنا مع الدكتور شريف هي قديمة جدا، يعني لما نبلش النشر بالمؤسسة كان الدكتور شريف كمان موجود معنا. فبال 2006 مثلا واحدة من القصص اللي نشرتها مؤسسة تامر هي القملة، ويمكن هذه كمان هي قصة من القصص الخرافية واللي كانت ملائمة بوضعها الأصلي للأطفال، فنشرناها
باللغة العامية ونشرناها كما جاءت كحكاية خرافية، وكمان حاولنا إنه يعني في كان اللغة العامية بلون وكان اللغة المحكية بلون آخر. فإذا الطفل استصعب يعني كانت صعبة عليه اللغة العامية، فكان ممكن إنه كمان يستند للغة المحكية بقراءته للقصة. والمؤسسة يمكن بتجاربها إنه قديش هي مهتمة بالتاريخ الشفوي، فجزء من اهتمامها إنه كثير من شغلها هو توثيق للحكايات الشعبية. ففي عنا تجارب اللي وثقنا فيها قصص شعبية، واللي كان معنا شريك بهذا التوثيق الدكتور شريف، إذا كان في تجمعات بدوية أو بمناطق جغرافية مختلفة. يمكن مع هذه المقدمة إنه منرحب كمان مرة بباحثينا، وبدنا نبلش يعني بقراءة للقصة. ويمكن بحب أنوه إنه الموسوعة هذه اللي من 5 أجزاء كانوا معنا البيت الدنماركي اللي هم موجودين معنا اليوم، فأهلا وسهلا فيهم. فبلشت بالشراكة معهم إنتاجها، وتكملت إنتاجها مع الصندوق العربي في الكويت. فشكراً يعني لشركائنا كمان اللي آمنوا بفكرتنا ودعمونا بهذا الإنتاج، وإنه أكيد يعني الدكتور شريف هو اللي دق باب المؤسسة وحكى عن فكرته وعن قضية هذا النشر المشترك. وإحنا كتير سعداء يعني بهاي التجربة وبهذا الإنجاز المهم. وإذا بس عشان ندخل بأجواء الموسوعة وبأجواء الحكايات الخرافية، الأستاذ نبيل واللي هو كمان طبعاً باحث وكانوا زملاء مع بعض بإنعاش الأسرة لفترة طويلة، فالمجال اللي كانت تطلع بشكل مستمر عن إنعاش الأسرة كانوا بشكل رئيسي يشتغلوا مع بعض فيها مع آخرين طبعاً. فرح نستمع لها قصة اللي هو اختارها، ويمكن اسمها كمان بناسب الجو اللي احنا هلأ منعيشه. فتفضل أستاذ نبيل. نعم، اخترت حكاية من حكايات اللي هي نمط يعني في مثل إلى شبيه 4 أو 5 حكايات اللي بنعرفهم واللي نشرناها، اللي هي بتبين قديش إنه يعني العلاقة بين الزوج وزوجة لما بتكون الزوج مش راضي عن الزوجة بعتبرها هبلة. كيف بعتبرها هبلة؟ إنه اسم الحكاية رمضان. فرمضان جوزها عم بجيب كل فترة قبل رمضان، بحضر لرمضان، بجيب جبنة وبجيب أكل وبجيب رز وبحضر لرمضان. يوم بمر واحد من الشارع اللي هم ساكنين فيه بنادي عليه حد بقول رمضان رمضان تعال. قالت ايه اي رمضان؟ طلعت نادت رمضان، قالت انت رمضان يا اخوي؟ قلت اه انا رمضان. قالت له طب تفضل تعال في لك اغراض عندنا. طالت كل الاغراض اللي جابهم جوزها وحمس اعطته اياهم، حملتهم اياهم، قال لهم هذول من زمان واحنا بنستنى فيك. فاخذ الاغراض وطلع، قال له والله اذا لقيت اهبل منك برجع، اذا ما لقيت اهبل ما راح ارجع. وطفش. راح على اجى وهو طافش اجى على لقته هالمرأة على مقبرة بتبكي. قال لها وين رايح يا اخوي؟ قال لها اجنن. قالت له تاخذ لك الهدية لحدا من قرايبنا لجوزي ولا ابنها ولا شيء. اعطته شوية الذهب، حط الذهب بعبه ورجع. وفي ناس بتضيفوا عليها اشياء، بس اخر محطة انه اجى على ناس عروس عم مش عارفة تدخل في البيت، واهل البلد كلهم اهل القرية كلهم مش عارفين يدخلوا العروس، لان العروس طويلة اطول، اوراق بالحصان طويلة يعني مش عارف. فهم محتارين شو يعملوا، يهدوا يقطعوا راس العروس او يهدوا او يقطعوا رجليها، مختلفين على شو يعملوا، ولا يهدوا العقد تبع العقد. مالك الزلمه؟ قالوا مالكم يا جماعه؟ قالوا لا القصه هيك. قالوا طيب اوكي، ما دام القصه هيك انا بحل لكم المشكله، شو بتدفعوا لي؟ قالوا اللي بدك اياه. المهم انه بكل العروس نزل راسك، بتنزل راسها وبتدخل العروس وبتمشي. قال اه والله غير ارجع مرتي، في تهبل منها كثير وبرجع. وهيك يعني كانه بترجع التوازن والقناعه انه
فيش حدا ما بيضل. هي مليانة برموز يعني زي بقية الحكايات الخرافية الأخرى، مليانة رموز، ويمكن الواحد بيقدر يقرأ، لما بيقرأ القصص بيلاقي بعض الأشياء اللي كتبناها بالمقدمة عن تفسير بعض الرموز أو عن صورة عامة عن هذه الحكاية. والناس أخذوا من هاي القصة جملة اللي بيكرروها كثير رجال لنسوان، مثلك يا زينة الدار مجانين كثار. من هاي القصة بس ما في عنصرية فيها شوي اتجاه المرأة؟ يعني انه اوكي نطلع برا بس المجتمع فيه عنصرية، ليش لا؟ وفي عنصرية ضد الرجل احيانا. الحكايات هي الواقع، هي الواقع. يعني بالنسبة لقضية العنصرية، لا هي تصور المجتمع بما فيه بالمليح وبالعاطل، وسواء كان الرجل بتبين الرجل المليح والرجل العاطل، والمرأة المليحة والمرأة العاطلة، والأخت المليحة والأخت. يعني عشان هيك هو اللي بدنا نحكي عنه الموضوع، انه هو شامل لكل حياتنا. طيب شكرا كثير استاذ نبيل. طيب دكتور شريف، كثير بهمنا تحكي لنا قصتك مع الموسوعه، وين تبلشت وكيف بلشت لجمهورنا الكريم. تفضل. اهتمامي بالحكايه الخرافيه من ما تعرفت عليها وانا ادرس للدكتوراه. أنا درست الأنثروبولوجيا، علم الإنسان اللي بدرس ثقافة المجتمعات المختلفة في كل العالم. درستها في جامعة هوائي في هونولولو هوائي، وفي هذيك الجامعة الفولكلور التراث الشعبي يدرس ضمن الأنثروبولوجيا. يعني في جامعات اللي تبقى دائرة خاصة للفولكلور ودائرة للأنثروبولوجيا، في جامعات اللي هذول الحقلين قراب على بعض وبيدرسوهم مع بعض. في الجامعة اللي أنا درست فيها الفولكلور والأنثروبولوجيا مع بعض، فأنا بديت عشقي للحكاية الخرافية من وأنا أدرس للدكتوراه. يعني طبعا من طفولتي كل العمر وانا اسمع حكايات جبيني والشاطر حسن ونص نصيص وما شابه، بس ما كنت يعني اتوقع ان نبسط عليها نتسلى فيها. بس لما دخلت في الموضوع وتعرفت على الحكايه الخرافيه نحكي طبعاً في باقي الجلسة، إلها مميزات بتميزها عن باقي كل الحكايات. فيها جمال يختلف من صفاتها، مثلاً بتبعد عن الموضوع وعاود أرجع، من صفاتها إنها موجودة في العالم القديم كله، يعني آسيا أوروبا إفريقيا، بس ما كانت موجودة في العالم عند السكان الأصليين في الأمريكتين، ومش موجودة في إفريقيا السوداء. الحقل وسيع ولذلك عم بنشر، مش موجودة في إفريقيا السوداء. غريب هذا. يظهر إنه الصحراء الكبرى اللي بين شمال إفريقيا العربي وإفريقيا السوداء اشتغلت كحاجز للثقافة، ما وصلتهن لحكايات. طيب مثال خشيت هنا، خليني أقول لكم إنه المتفق عليه في الحقل إنه الحكايات الخرافية بدأت في الصين، الهند، في أواسط آسيا، أواسط وشمال آسيا، وإنها بدأت قبل حوالي 2500-3000 سنة، وإنها بعض الحكايات اللي بنحكيها إحنا اليوم عمرها شيء 3000 سنة، 2000-2500
سني، وفرأسا بيجي على بال الواحد إنه حكايات موجودة 2500 سنة 3000 سنة تختفي هيك ونتركها تسيبة نخليها تختفي. يعني هذه من الدوافع اللي أثرت علي وأتت من الصين والهند، أجت لمنطقة الهلال الخصيب لمنطقتنا، ومنطقتنا هيك الثقافة عالميا كانت تتحرك من شرق آسيا. الهلال الخصيب، الهلال الخصيب يبعثها عن طريق تركيا واليونان لأوروبا، وعن طريق سيناء ومصر لإفريقيا. فالعالم القديم، العالم القديم كان مربوط كل بعضه عن طريق الهلال الخصيب منطقة. طيب نرجع، لأنه يعني شعرت وأنا أدرس عن هذا الحقل إنها فيها يعني غنية هذه الحكايات وقديمة وعريقة ومنتشرة عالميا، فصرت أحبها أكثر. أنا كنت حافظ عدد مليح منهن من أيام الطفولة وأنا أسمعها، فظل حبي للحكاية معي وأنا أدرسها. ولما رجعت، أنا رجعت على البلاد في 75، رجعت رأساً لجامعة بيرزيت تقريباً، رأساً من ما رجعت بديت أفتش على الحكايات، أجرب أجمع الحكايات لشعوري بقيمتها. يعني ما كان إلي هدف معين أو شو بدي أعمل فيها، فبدأت أجمع من قرباتي. كانت لي مرحومة أختي الكبيرة اللي كانت تحكي لنا حكايات وإحنا صغار، رجعت لها وبدأت فيها. وبعدين كان لي بنت عم اللي كانت مشهورة بالبلد بأنها بتحكي حكايات، شاطرة في الحكايات، فبديت أجمع منهم. بس مثل ما حكيت إنه ما كان لي هدف معين، بس لأنه بحب الحكايات بديت أجمعهم. وبعدين التقيت مع حياة المرحوم، إنسان من أحسن بني الإنسان، حياة الدكتور عبد اللطيف برغوثي. أنا قبل شوي لما حكينا عن عاش الأسرة خطر في بالي، بس ما نعم. فشجعك إنه نروح يمكن لما عبد اللطيف أخذني، عرفني على إنعاش الأسرة وعلى اللجنة اللي كانت في إنعاش الأسرة، وبدينا نشتغل بالتراث. كان الأستاذ نبيل أيضاً، أخرى ثلاثة أربعة، حياة أم خليل، سميحة خليل، كانت مهتمة كثير بالتراث الشعبي، وبدينا في مجلة التراث الشعبي. وكانت حياة سميحة تكتب في كل عدد من المجلة، تكتب حكاية اللي هي بتعرف يعني. فمن وقتها بدينا نجمع الحكايات، وأنا طبعاً كنت أعلم الأنثروبولوجيا والفولكلور في جامعة بيرزيت، والمساقات اللي أعلمها أخلي الطلاب يجمعوا لي حكايات دائماً، بما أنه من كل نواحي فلسطين جمعوا لي، يعني من غزة، من الجليل، من كان في طلاب دائماً ويجمعوا. واستمريت بالجمع فقط لحبي بالحكاية، ما كان عندي أي مشروع معين إنه بدي أعمل موسوعة أو شيء من هالشكل. بعدين قبل أكم من سنة
من خلال وزارة الثقافة برضو ودعم من اليونسكو اشتغلنا على جمع كميات كبيرة من الحكايات. طبعا لما تجمعت كل هاي المادة صار يخطر في بالنا، طبعا الأستاذ نبيل كان معي أو أنا كنت معه لأنه سبقني في 12 أسرة، جمعنا مع بعض كثير من الحكايات، فبدينا نفكر إنه حرام تضل في ملفات ما مخبية ما حدا راح يسأل فيها أو إنها تختفي. تصور مادة عمرها 2000-3000 سنة فجأة نخليها تروح وتختفي، ما قدرتش أستوعب هذا، وقررت لا إنه لازم نوثقها. ففكرنا شو بدنا نعمل وبدينا أنا والأستاذ نبيل نشتغل عليها نبوبها يعني كان عندنا يمكن ما يزيد على 3-4 آلاف حكاية، بس فيهن تكرار كثير اللي الحكاية بتختلف شوي صغيرة من محل لمحل. فقررنا إن ننتقي من الحكايات المتشابهة المكررة، ننتقي الصيغة اللي هي أحسن صيغة. فطلع معنا حوالي 700-800 حكاية اللي مش مكررات. طيب بدنا ننشرهن شو نعمل؟ احنا ما عندناش المقدرة او المعرفة ننشر. شكرا لتامر انه اتولوا هاي المسؤولية الضخمة ونشروهن. فيعني هذه حكاية الموسوعة. بوابنا الموسوعة مش بالصدفة إنها 5 أجزاء، بوابناها حسب منطق معين نحكي عنه فيما بعد. يمكن هلا لما انت بتحكي لنا كيف هذه القصص انه عمرها ما بين 2000-3000 سنة، ويمكن في عندنا هاي التجارب معاك اللي بالعمل مع باحثين شباب بجمع القصص، فبذكر مثلا مع مجموعة من بيت لحم كيف لما كانوا يجمعوا قصص من بيت لحم وتجيك القصص تطلع عليها تراجعها، كيف انه يستوقفك مثلا النهايات انه لا انا بفكر في نهاية اخرى، خليهم يمكن يرجعوا على الميدان ويبحثوا اكثر ويشوفوا ناس اكثر. فانه كيف يعني ما بعرف لما بتتغير مثلا النهايات، هل هذا بيعني انه احنا لما بنحكي عن القصص تبعت 3000 سنه والقصص مثلا اللي موجوده هلا بين ايدينا داخل الموسوعه، بنحكي عن تغييرات جرت عليها؟ وفي العادي لما بيكون في تغيير نتيجه الزمن ونتيجه يمكن التناقل من مكان لمكان او من شخص لشخص، كيف هذا التغيير؟ يعني انا بتصور انه بطيء، بس قديش بطئه؟ ممكن تحكي لنا عن هذا المحل كمان لو سمحت. طيب التغيير في الحكاية الخرافية بحدث بطريقتين. الطريقة الأولى هي إنه الحكاية كل حكاية مكونة من قطع. الحكاية يعني هي مثل ما نقول عدة حكايات صغيرة بيرتبطوا مع بعض حتى يكونوا الحكاية الكلية. هذه القطع فيها نوع، إلها نوع من الاستقلالية بحيث إنها بتقدر تقفز من حكاية لحكاية. فالتغير أحياناً بيجي عن طريق إنه تنتقل الوحدات هذول الصغيرة من حكاية، ناس يأخذوا من هاي الحكاية القطعة هاي اللي شبه مستقلة وينقلوها لحكاية ثانية. يمكن عشان هيك إنه بالأول كان في عندكم مثلاً 3000 قصة،
انهي متشابهات كتير، فقضية كيف انه التمازج بين القطع المختلفة انك قدرت تلقاها، بس كيف بتتحيز مرات لهذه لقصة بين مثلا ثلاثة اللي بتشبه بعض كتير بس انه ما زال في اختلاف بينها، يعني ايش اللي بيخليك تنحاز؟ خليني خليني اكمل على قضية الاختلاف هاي وبعدين برجع لهذا. اوكي، هاي اللي حكينا عنها بقولوا لها موتيفات، فالموتيفات تنتقل من حكاية لحكاية، يعني بتلاقي قطعة قضية إنه شو بدنا نقول، شو في عنا أحد الموتيفات، إنه مرة تختلف هي وجوزها، فهاي ممكن تنتقل من حكاية حدا يأخذ بس قضية الخلاف بين الزوج والزوجة ينقلها يحطها في حكاية تانية. فهاي القطع اللي شبه مستقلة تتنقل بين الحكايات، وهذا بسبب تشابه كثير بين الحكايات. مرات مثلا لو قلنا الحكاية مكونة من خمس موتيفات، مرات حكاية بتلاقيها بتشترك بثلاث موتيفات، ثلاث قطع، وبيختلفوا كل واحد في قطعتين، تخليهن حكايتين ولا تعمل إشي فيهن اللي يصيروا حكاية واحدة، يعني هذا نوع من، وهذه بتدخلوا فيه البنادمين مرات نتيجة النسيان، بصير الواحد أو الواحد هم نحكي فيما بعد الواحد مش الواحد، ونقلوا القطع من حكاية لحكاية. وفي النوع الثاني هو التغير الثقافي، إنه الحياة كلها الثقافة ككل بتتغير، والبنادمين بطبيعة عقلهم بصيروا يغيروا الحكايات بما يتناسب مع الـ مع التغير الثقافي. بس تغير الحكاية يقال إنه بطيء جدا، يعني مثل حكاية نص نصيص أو غيرها، ويقال متفق عليه إنها بدها أبو 60 لـ 70 سنة حتى تتغير بشكل ملموس نتيجة التغير الثقافي. وهذا بذكرني دائما كنت ألاقيه غريب وطريف، إنه في السبعينات وأنا أجمع حكايات لقيت آثار للدولة العثمانية. شو العملة العثمانية اللي كانت؟ مجيدي. مين مجيدي. مجيدي 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 وبارا بارات وبشلك بشلك البشلك هذا اللي بدور عليه. اوكي، انه لقيت حكايات مثلا في السبعينات بتقول كان هون هالعجوز الصغيره وخشتها صغيره وكذا كذا، بعدين اخذتها المكنسه وقعدت تتكنس مثل ارضيه الخشتها، قامت لاقت هالبشلك. هذا في السبعينات، بعد الاختيار بتلاقي بشلك. فيقال انه تاخذ 60-70 سنة على الاقل حتى التغير الثقافي يظهر بالحكايات. الان بدي ارجع للي انت سالتي اللي هو ايش قلنا؟ كلنا كيف انت بتتحيز، يعني لما حكيت عن الموتيفات انه كيف مثلا ممكن يكون في عندك اجزاء بتختلف موتيف او اثنين من القصه، فكيف بتتحيز لهذه؟ احيانا بتحير حكايتين بتشابهوا، قديش لازم يتشابهوا حتى يصيروا نفس الحكايه، او قديش لازم يختلفوا حتى يصيروا حكايتين مختلفات. فيعني هذه قضية
احنا وذوقنا وعقلنا ان نحكم انه هاي كثير بتشبه هاي، لا هاي بنعتبرها ناخذ واحدة من هذول الثنتين. اذا شعرنا انه ولو انه مشتركات في موتيفات اثنين بس باقي الموتيفات بعيدة عن بعض كفاية، يلا منسميها حكايتين. فهي قضية احنا وعقلنا ومنطقنا، ما في إلها قاعدة. برجع أقول إحنا جمعنا ما يزيد على 3000 صيغة، نزلناهن لحوالي 500-600 حكاية اللي هدول مش مكررات، ويعني ما فيهن تنتين اللي بقرب جدا لبعض ممكن تقول عنهن نفس الحكاية. طلع معنا حوالي 600-700 حكاية. يمكن أقل بكثير، أقل من 400 حكاية، أقل من 400 حكاية الخمس أجزاء. لا أكثر، أو إيه، لأنه كل جزء على الأقل في عنا 60 في الآخر، 69 في الثمانينات جزء منهم، بس إنه مش مهم يعني، بس أظن فوق الـ 500. ممكن تنقلنا لا التقسيمات بالتالي، كيف كانت تقسيمات الموسوعة، إنه في عنا 5 أجزاء مع 5 قضايا مجتمعية. طيب. لما بديت أفكر إنه شو أعمل في إنه يمكن بتضايقش أبو غسان إنه أقول أنا صاحب فكرة إنه نعملها موسوعة، فأنا اللي فكرت فيها في الأول كيف بدنا نقسمها، شو المنطق اللي بدنا نقسمها حسبها. ومع قراءة الحكايات وتكرارها لقيت إنه في نوع من المنطق اللي معقول ممكن نقسم حسبه، مش حتمي، ممكن تتقسم بطرق أخرى، ولكن كل حكاية هي أولاً الحكايات موضوعها العائلة الممتدة في المجتمع العربي، يعني العائلة الممتدة اللي بيعيشوا 3 أو 4 أجيال مع بعض، أب وأم وعندن أولاد متجوزين وعندن كناين وأولاد أولاد وبجود أخرى أولاد لأولاد يتجوزوا ويظلوا ساكنين بنفس البيت حتى يكثروا كثير، بتقوم طوشة بتقاتلوا بفتح العين. الآن الحكايات معظمها هي صراع، أو تقريبا كلها صراع داخل هاي النوع من العائلة بين مين ومين الصراع. فجأة بادر لديني إنه في إلها محاور، يعني مثلاً أول إشي بيجي على لدين الواحد حما كني، هاي في كل العالم، الحما حما وبنت الحما عقرب مسمى بقوله. وهذا مش بس في بلادنا، في كل العالم تشكي الكني من الحما والحما كني. طيب، وشو في أخرى محاور؟ قلنا حماكني، ومع الحما أخت جوز، يعني الحما وبنتها ضد أو مقابل مرت الابن. في عندك الضراير، هذه كثير في عندك الضراير. تذكر مثل بتحكي لنا عن الضراير، مركب الضراير مشى ومركب مركب بالعكس، بقولوا مركب الضراير صار، مركب مركب السلفات صار، مركب الضراير احتار، يعني بيمشيش السلفات ممكن يمشي. بالنسبة وبالكل يقال بالعكس،
عشان نلاقي بغير صح ممكن نقول اوكي. فلقيت اذا صرت اطلع على الحكايات، لقيت انه الحكايات كلياتها مقسمه حسب هالمحاور: اب ابن، اخ اخت، حماكن، سلفات بعضهن، وهكذا. فهيك قسمناهن حسب الصراع، حسب محاور الصراع، وطلع عنا خمس محاور معقولات. يعني مثلا كان ممكن ما تقسيمهن أكثر لو في قصص أكثر. مثلا كنا ممكن نقول الحماكن نبعدها عن الكنة وأخت الزوج. إحنا حطينا الكنة مقابل أخت الزوج والحما في نفسه، يعني الحما وبنتها مقابل الكنة. لو كثر الحكايات ممكن تنقسم حما كنة وشو اسمه المرأة وأخت جوزها. بس يعني هيك طلع معانا المحاور. حلو. طيب في عنا احنا هون أسئلة، بس إذا الجمهور يعني هلأ يمكن في عنده أسئلة بحب يشارك دكتور شريف فيها، تفضل بنكمل. يعني في شيء عرفنا حالك لو سمحت. أنا اسمي فريد طعم الله. علي صوتك لو سمحت شوي. أنا سؤالي بتعلق في إني أنا بحاول إنه هاي الكتب أخرج الخرابيط فعلا أولادنا. يعني بعمل نفس الجو اللي كان يصير معي وأنا صغير لما كانت ستي تخرجني. خرابيط الغولي مثلا بتخوف كثير، بتخوف، كنت أرتعب منها من الخرابيط. بحاول أعمل نفس الجو لأولادي، أخرفهم القصة ضمن الأجواء يعني مثلا على السطح في العتمة هيك، اللي يخافوا، يظلوا صافنين اللي كنا خفناش. أو ما استمتعناش بالخرافية، يعني زي ما كنا إحنا وإحنا صغار نستمتع. أو نفهم الخرافية. فسؤالي هو يعني شو الحل هالمعضلة هاي إنه أولاد اليوم أو شكل الخرافيات الخرافيات هاي خارج السياق تماما بالنسبة للأطفال؟ في سوء فهم هنا. الحكاية الخرافية مش حكاية أولاد الصغار. مش حكاية الناس بس تقول حكايات بفكر إنه هاي بيحكوها الناس للأولاد وقت النوم. هذه الحكايات لا تناسب وقت النوم لأنها مخيفة وتحكيهن للأولاد وهن نص غافيين وأجد الغولة بتجننهن. الحكاية الخرافية للكبار فيها شوية للصغار إذا نحكي عنها. يعني الحكاية الخرافية تفهم على مستويين، مستوى للكبار وفيها شوي للصغار. هي بس المقصود فيها هي للكبار، مثل ما حكينا هنا هي داخل العائلة الممتدة، هي صراع، هي جزء من الصراع وتسميع لبعض. يعني لمن الحماة عادة تقعد كل العيلة، السلفات والكناين والحماة وبجوز بعض الجيران وبيحكوا، والأولاد الصغار ممكن يسمعوا ممكن يكونوا يلعبوا، وفيها بعض الأشياء اللي بيحبوها الأولاد الصغار. أحكي لكم شو اللي بيحبوا الأولاد الصغار وبنرجع للكبار. في بيستعملوا كلمات كتاب قول يا طير لمن منعت وزارة التربية. ليش؟ فيه كلمات تخدش الحياة. قالوا الكلمات اللي تخدش الحياة هاي للصغار. لمن يقولوا يحكوا كلمات وبين الطيزو لأولاد الصغار بيضحكوا بكيفوا عليها. هاي للصغار. فيها بعض يا طيور طايره، يا فيها مثل اغنيه، هاي الصغار بيحبوها. اما باقي الحكايه تبقى معقده وطويله، الصغار ما بيتبعوها وما بهمهم امرها.
الباقي للكبار. الآن شو للكبار؟ فيش حكاية إلا فيها مثل ما قلنا صراع، وواحد من المتصارعين من الطرفين أو الأطراف بده يطلع منتصر. فإذا حماه وكناين قاعدين بدهم يحكوا حكاية، إذا قال الحماة قاعدة تحكي حكاية اللي بتطلع فيها الحماة منتصرة على الكن، إذا الكن حكت حكاية تحكي حكاية اللي فيها تسميع للحماة وفيها بتطلع الكن هي اللي منتصرة وبتخلي جوزها يطرد أمه ويسكنها بالبري من هالشكل. ففيها كثير من الصراعات الداخلية معمولة بشكل رمزي وبنفسه عن نفس عن طريق هذه الحكايات. دكتور بغض النظر عن انه هذا خرابيط للصغار ولا مش للصغار، يعني بغض النظر عن هذا الموضوع، ولكن خلينا نعترف انه هاي القصص الحواديت حتى كول يا طير وهي القصص بطلوا الاطفال يهتموا فيها، يعني مش بيهتموش فيها، مش بس لانه بتلاقي مشاعر بتسنهم، يعني كل هاي الخرابيط اللي احنا بنحاول هي مثل ما قلنا الحقيقه الأطفال عمرهم ما اهتموا فيها، هي الحكاية الخرافية مش حكاية أطفال مثل ما قلنا فيها بعض الأشياء للأطفال. أنا مش موضوع الأطفال، موضوع الجيل الجديد، يعني الجيل الشباب الجيل هاي الحكايات كلها بطلت تهمهم مع وجود الإنترنت، ولذلك هي لذلك عم تختفي ولذلك عملنا هدول. لا، ويمكن إشي تاني من تجربتنا في مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي كوننا بنشتغل كتير مع الأطفال، وبالتالي القصة كمان الشعبية يعني هي جزء من هذا العمل، فكتير مهم يمكن القصص مرات إنها يعني فعلا حدا حكائي يقدمها للطفل، وبالتالي لما هو كمان بيقدمها مرات بتكون في هاي التدخلات الصغيرة اللي يمكن إنه لما بتكون فيها ما يحدث الحياة إنه هو يمكن بتجنبها أو هيك شيء، أو موضوع الخوف أو موضوع اللي بيكون فيه كتير مرات عنف إنه بصير في تجنب لإله. بس مثلا من تجاربنا القملي نمولي قديش قصص لحد الآن هي بتخلق يعني سعادة والأطفال بيضحكوا عليها، فما بعرف يعني يمكن إنه أكيد هو فيه تحدي ممكن الأشياء تكون ثنائية، هي وسيم في عنده مداخلة وهي أستاذ مسيح. أنا كنت بدي أحكي إشي وأسكت يعني مش عارف كانت الفكرة عندي أقول إنه هل ممكن هاي الكتب يعني بمبادرة معينة نحولها أفلام أنيميشن متحركة لتلاقي من العصر اللي الناس برضو يشوفوها؟ هذا اللي بدي أحكيه، إنه يعني هذه الحكايات فيها يعني زمانها وجدت وما زالت نافعة، حتى إنه واحد من أكبر علماء الفولكلور في العالم هيردر كتب قال لو لم أتعلم إلا من الحكايات لكفاني علما. بس الحكايات هي ثقافة ووعي ونضوج وحياة يعني. فهل بس لكن الأسلوب اللي يتغير الأسلوب، يعني هل اللي كانوا يقرأوا كان الكتاب له سوق كبير؟ بطل الكتاب له سوق كبير لأنه النت وإلى آخره صار ينافس الأشياء هاي. بس هذه الكتب ممكن استلهامها والكتابة الاستفادة منها، ولكن بفهم ووعي كبير. يعني مش لأنه والله أنا مش ما جبتني هاي نهاية القصة أو العنف مش ما جبتني، لا، العنف أساسي فيها، لأنه حتى تكون القصة تعطي الطفل، لما بنرجع للطفل تعطي الطفل ثقة بنفسه أو تعلمه القيمة مش القيمة بشكل نظري، بتكبر حجم البطل أو فعل البطل حتى يقدر يستوعبها. فهو بشوف هاي الأشياء يا كبير أو أسود أو أبيض، ما بشوفش الألوان درجة، هيك الطفل بده. وهاي ممكن تكون مجرد حفظها، ممكن تكون بالمستقبل حكواتية وعلى التلفزيون ويعملوا أفلام كرتون وممكن الاستفادة منها بدل ما نأخذ كله من الغرب. لا، إحنا في عنا ثقافتنا اللي بنقدر نعمل منها.
تفضل وسيم. ملاحظة فقط على يعني إشارة لملاحظتها، وأنا معلم بالفرنس عملنا كتاب اسمه نسمع نلحن نعزف، اخترنا فيه مجموعة من الحكايات الشعبية اللي فيها الأغاني، وكان هذا مشروع للأطفال بس هو لتطوير الذائقة الموسيقية عند الأطفال وتعريفهم بعناصر ومكونات الموسيقى من خلال توظيف الشعر والحكايات الشعبية. وأستاذ زكريا محمد أعاد كتابة القصص بحيث تكون مناسبة للأطفال وتم توظيف المكونات الموسيقية فيها، بالتالي في إمكانية دائما أنه يتم استلهام الحكايات الشعبية وبناءها أيضا بصور مختلفة ومتعددة. اليوم ممكن تستعملها كأفلام أنيميشن، ممكن تستعملها بصور كتير مختلفة. بس أنا سؤالي في محل تاني، أشارت الدكتور شريف، والسؤال الدكتور شريف والدكتور نبيل، أشارت للتحولات اللي بتصير على الحكاية الشعبية العابرة للثقافة الواحدة وعبر فترات زمنية مختلفة، وأحياناً عبر تحولات في ثقافة الناس ورؤيتهم لحياتهم، بالتالي الحكاية تتحول بأشكال متنوعة مختلفة. قديش في الحكايات الشعبية الفلسطينية أو حكايات بلاد الشام في حكايات عابرة للثقافات والحضارات المختلفة والمتنوعة عبر لغات متنوعة؟ أنا بتذكر زمان لما كنت بشتغل على جبينة كان في حكاية روسية كتير قريبة من جبينة، بتذكر اسمها أظن ثلجانة أو شيء من هذا النوع. وبالتالي في لما بنطلع حكاياتنا الشعبية بشكل أو بآخر وبنطلع على الحكايات اللي جمعوها الأخوان جريم مثلا، بنشوف إنه في نوع من التلاقي في مواقع معينة. قديش في الحكاية الشعبية الفلسطينية في هذا العبور؟ إنه هاي نفس الحكايات اللي طلعت قلنا من شمال الصين والهند ومن خلال بلادنا في العالم القديم، هي نفس الحكايات، بس لما توصل لمكان من مكان لمكان بصير فيها بعض التغيير، تأخذ النكهة المحلية، تأخذ النكهة، بس هي نفس القصص. يعني شوف قديش قريب إحنا منروح منجيب حكاية سندريلا ومنترجمها ومنطبعها ومنعطيها لأولادنا. سندريلا نص نصيص هو سندريلا الذكر، تذكروها. سندريلا إيش مشكلتها؟ هي وخالتها مرتبوها، ولاد خالتها مرتبوها. نص نصيف شو مشكلته؟ هو خالته مرتبوه وولاد خالته مرتبوه اللي تقاتل هو إياه. هي نفس الحكاية يعني، بس نفس الحكاية ولا نفس الموضوع؟ نفس الموضوع وبتتقارب كثير. أنا لأنه شكل القص وطريقة القص فيها اختلافات نوعية بين ثقافة وثقافة أخرى، تختلف النكهة بس الحكاية. أنت اللي تكرر. أنا قبل فترة أجبيني دي مجموعة حكايات خرافية من روسيا، استغربت قديش شبيهة جداً بالحكاية اللي بنحكيها هون. ليش إحنا قراب على روسيا؟ بينما نفس الحكايات لما تروح لغرب أوروبا بتصير تختلف. كل ما اختلفت الثقافة كأنها تأخذ الحكايات، بتأخذ نكهة تختلف نوعا ما. شوف مثلا في أوروبا، نرجع لقضية سندريلا ونص نصيص. في نص نصيص الخالة موجودة والأم موجودة وبتقاتلوا. في سندريلا الأم ميتة. ليش؟ لأنه بيقدروش يتجوزوا الثنتين. في الغرب بيتجوزوا الثنتين، اضطروا يقتلوا أم سندريلا حتى يعملوا هالعداء. عندنا مسموح يتجوز الثنتين، ظلت الأم موجودة. فالثقافة يعني هاي تعطينا مثال على كيف الثقافة بتأثر على الحكاية. طيب تفضل أحمد.
السلام عليكم. ارفع صوتك. الشيء اللي كان يحكيه الاستاذ نبيل اللي هي قضيه شو المواقف الحكايه وكيف نقدر انه يعني في كثير احيانا نجمع حكايات ولكن لما خصوصا منكم لما نعرض عليكم تقول انه فيها خربطه هاي مش مزبوطه رغم انها هي مجموعه من الاطفال مجموعه من الناس. طب صف السؤال شو المحددات اللي نقدر نحكي انه تبيئة او انه تخليها ملائمة للوضع الحالي للاطفال نفسهم انهم سمعوا الحكاية او انهم اهاليهم سمعوها بالشكل هذا اللي هم سمعوا فيه ودونوه ولما بنشوف نقول انه لا فيها اشكالية مثلا. اوكي يعني اذا تركنا الحكاية مثل ما حكى الدكتور شريف مثل ما حكى كل بنعرف انه اذا تركت الحكاية بعد هجرتها لتأخذ بيئتها تتغير طبيعي بيئتها الاجتماعية وبيئتها الثقافية بس بدها تأخذها بالحكاية وبصير الحكاية تختلف عن الحكايات الأخرى رغم إنه الجذور مشتركة إلا إنه مثلا لما أجي أنا أقول أنا بدي أبيئ الحكاية هذا على ذوقي لا المجتمع بتقبلهاش الثقافة بتقبلهاش الثقافة تلعب دورها في تغيير في تبيئة الحكاية مع اجتماعيا وبيئيا ومن كل النواحي بس كيف بنميز هذه قضيه كبيره لانه بدك ترجع لبنيه الحكايه لازم نعرف بنيه الحكايه. في باحث روسي اللي اشتغل على لقي انه اي حكايه في العالم في بنيه الحكايه وهذه تختلف عن الوظائف اللي بنحكي عنها. بنية الحكاية فيها 22 وظيفة كل وظيفة تعني حركة ما في الحكاية. هذه الحركات في الحكاية الخرافية تجدها معظمها كلها 20 22 18 هلا كل ما صير تاخذ تميل للواقع ويدخلوا فيها المجتمع والى اخره بتقل عدد الوظائف الموجودة الأساسية فيها وهنا بنقدر نعرف بنقدر نميز قديش عدد تقريبا قديش عدد الوظائف الخيالية اللي موجودة في الأساس هي بدها دراسات بس لا يكفي بس أنا بنقدر نميز بين الحكاية الواقعية مثلا كيف بنميز ببساطة بين الحكاية الواقعية الحكاية المرحة والحكاية الخرافية لأن الحكاية الخرافية أكيد فيها مواصفات تختلف حكايه الحيوان الحكايه المرحه يعني اشكال كثيره متعدده من الحكايه فاذا ما كناش بدنا نقدر يعني من اساسيات البحث انه تعرف شو الفروق بين الحكايات بس يمكن ما بدنا نروح لكثير نركز هو شوي متخصص احمد فيمكن شوي بنضلنا بالشوي بس لانه هذا موضوع مهم لانه كمان كثير من موارده معلش يعني هي قضيه انه الاطفال نفسهم لما بدهم يجمعوا حكايات وهم احيانا بتكون هم باعتبار خياليه يعني هذيك مره جمعنا قصه اسمها البقره الصفراء وكانت يعني هي كمان كانت خياليه وكانوا يحكوا عن قضيتها اللي هي اصلا موجوده في القصص ولكن انه لما جمعت ولما انحكت سواء من الاطفال او من اهل الاطفال طلعت ولما عرضناها كانت ممكن تكون انه فيها اشكاليات. هلا السؤال كيف يعني تتطور الحكايه وتحافظ على بنيتها او انه كيف بدنا نضلنا البنيه هي المتحكمه فينا لحتى نحكي عن قصه هاي الحكايه مضبوطه او فيها خربطه او انه مش مضبوطه يعني يمكن بدنا نهج نهجين إما أن نقول الحكاية هذا مش ما جبتنا وبدنا إحنا ننتج حكايات وهذا مش وارد أو نقول إذا أنتجنا حكايات في فرق ويعني بالوضع باستمرار وفي فرق بين ما أستثمر الحكاية واستوحي ما في روحها وفي والأهداف وأفهم الحكاية وأعمل زيها تقريبا إذا قدرت أعمل زيها بكون جهد بس اذا بقول والله انا هذا مش ناجبني مثل الدبكه انا بالحركه مش ناجبني بحط حركه من جايه من الغرب او حركه من المالي انا ضيعت الهويه في او الروح اللي موجوده في الدبكه الفلسطينيه انا بدي احافظ على الدبكه الفلسطينيه زي ما هي دبكه فلسطينيه لكن استلهم حركات جديده لكن الاطار العام بده يضل فلسطيني نفس الشيء الحكايه إذا دخلنا فيها أول واحد اشتغل على حكاية جمع حكايات فايز على الغول كان مدير تربية بالقدس فايز على الغول جمع حكايات وتدخل فيها كثير يعني ما عاد حدا يذكرها إلا اللي بقرأ الكتاب والكتاب راح بس كل الكتب اللي كتبت باللهجة نفسها وبالروح نفسها ظلت موجودة وعايشة بس يعني هو
فاحنا يعني ما لازم نقول انه والله بدنا نغير على ذوقنا. نستلهم. فظروف الجمع بتصور انها كثير مهمه، ظروف الجمع انه الجغرافيا اللي انجمعت فيها، الوقت اللي انجمعت فيها، هذا شيء كثير مهم انه يرافق القصه، يعني مثلا مع قصه عرب الرمادين اللي انذكرت هون، انه احنا بنحكي عن مجتمع بدوي، ففي المجتمع البدوي عنده خصوصيته، ويمكن قبل ما يعني نيجي على اللقاء هذا كنا بحديث مشترك انا والدكتور شريف حول كيف مثلا بعض القصص بالثقافه الفلسطينيه مرات هو بيقدر يميز اذا هي قصه جايه من غزه ولا جايه من الجليل، فممكن تذكر لنا هذه الفروقات باي يعني كامثله مثلا اللي كيف يعني الواقع اللي موجود كيف بيعكس حاله على القصه باشياء صغيره بس بتضل النمط بتضل العناصر الرئيسيه موجوده. تفضل. الحكاية الفلسطينية من يعني اللي جمعته من الجليل فيه نكهة تشبه لبنان وسوريا، بينما اللي من غزة فيه نكهة مصرية نوعا ما، بس برضه اللي لاحظته يعني بشكل واضح كتير إنه لما الحكاية فيها شجر في الجليل الشجرة زيتوني، لما في غزة الشجرة حامضة أو برتقالي شجرة حمضيات، فيعني بتكتسب شيء من النكهة المحلية من الظروف المحلية وبتتأثر يعني بهذا المعنى. بس الحكاية الفلسطينية لا، هي لحد 99% نفس الشيء. منين بتجمع؟ لأنه الثقافة واحدة. فاتنا تفضل. بس كان عندي سؤال صغير إنه لأي مدى بنقدر نرجع للحكاية الخرافية الشعبية كجنس أدبي كجنرا نقدر نستند عليها في إعداد مثلا دراسات متخصصة بعلم الاجتماع أو بصيغات المجتمع اللي بتغطي هذه الحكايات، وهل نقدر نعتبرها كمرجع يعني مثلا إنه إحنا فعلا ممكن نروح عليها نستلهم منها أو نفهم منها نعمل هذا القراءة أو هذا التحليل للمجتمع وقضايا ومشاكله وتوجهاته؟ إذا سمعت أنت الموضوع يعني الموضوع مش بس ولا احنا اللي جمعناه هذا يصلح لكل شيء للمستقبل للناس اللي بيشتغلوا فيه الان. النتائج اللي بتكون هل استثمر هذا الشيء بشكل صح ولا بشكل غلط، ممكن ندرس المجتمع هي اصلا مجرد التصنيف اللي صنفناه للعلاقه بين الزوج والزوجه والاخت والاخ والاخر والحكايات، هذا وصف لواقعنا الاجتماعي اللي كان موجود واللي موجود في الحكايات وحتى الان وبكره. بس لما انا مثلا بدي انا هاي الماده كيف ادرسها، هذا برجع للي بده يدرسها كيف بالمستقبل شو اللي بده يعمل وشو اللي بده اياه منها، شو اللي بده من هذه الحكايات، شو بقدر ينتج منها. ممكن يدرس مثلا علم النفس فيها، ممكن يدرس الإنسان، ممكن يدرس البيئة، ممكن يدرس القيم، الأكل، يعني أشياء كثيرة قابلة للدراسة وعمل دراسات كثيرة حولها. بس الأساس أنا وفرنا الأساس أن تكون هذه المادة موجودة وما تضيع هذه المادة. حلو. تحب تضيف شيء دكتور شريف ولا نأخذ أسئلة من الإنترنت من جمهورنا على السوشيال ميديا؟ تفضلي. تمام. معنا أستاذة ربيحة. ربيحة إذا موجودة يمكن داخل معنا أستاذة ربيحة بس هي رحت. السلام عليكم. محمد زيارة بيسأل هل جميع الحكايات وتدوينها يحد من نموها وتطورها عبر تناقلها، يعني هل الكتابة تدوين على القصة، تأثير التدوين على القصة بمنعها من النمو وبمنعها من الحركة وبالتالي بتوقف بمحل معين ولا كيف ممكن الحفاظ عليها؟ أعتقد إنه توثيقها بجمدها ولكن أحسن من إنها تختفي كليا. هل في طريقة تدوين لا تجمدها؟ لا، إذا تدونت معناها إذا تدونت والناس ما بيحكوها
اتجمدت حتما. وطبعا بما انه بطل الناس يحكوها معنى راح تتجمد بهذا الشكل حتى يخلق الله يرد الله الارض ومن عليها. بس ظاهره وجود حكواتيه ازداد يعني هاي بتساعد على نموها بصوره طبيعيه. مثلا في حكواتيه لبنانيه فيش اقوى من هيك حكواتيه بتحكي القصه كلها على التلفزيون او في الفيديو بشكل جيد وبتنمو من خلال حكيها. هي بتغير فيها شيء بسيط يعني من هنا ومن هنا. فقابله ايضا في بعض يعني حسب الوسائل المستعمله. ففي مسؤوليه بتصور على المجتمع على المؤسسات عند الاهالي عند الوزاره وزاره التربيه والتعليم وزاره الثقافه كمان في عندهم مسؤوليه. لا كيف انه هذه القصه تضلها متحركه تضلها حيويه وبالتالي تكون هي جزء يعني من حياتنا اليوميه. وطبعا هذا بده مصادر وبده اراده سياسيه وبده قرار. يعني السلام عليكم. ارادتهم تجميد إرادتهم تجميلها وإرادة الشعب دائماً يعني بعكس يعني إنه لا السلطات عادة بالدنيا بتجمد الأشياء. شو رأيكم في دور الوالدين زي ما تصير حالياً ممكن في مجتمعات أخرى ظاهرة موجودة أكثر من مجتمعنا إنه بيقرأوا قصص لأطفالهم على القصص هاي مش دائما النسخة الأصلية لأنه القصص التقليدية يعني ممتازة ولا تزال تلقى ولكن حتى ينوعوا وحتى ولأنه صار في ناس كتير كتاب كتير بدهم يرتزقوا يعني غيروا شوية في نهاية العديد من القصص وحاولوا دائما النهاية سعيدة ضمن الاتجاهات اللي بنسميها الليبرالية الأيام هاي والسعادة أهم من إنك تنهي القصة بحاجة تموت. مش الحكايات الخرافية مش الحكايات الخرافية بيحفظوها الناس وبيحكوها يعني كيف شفهياً بس شفهي. أنا بعتقدش إنه بغيره اللي بيحكي مثلاً قصة العجوز الصغيرة بغيرش فيها. لا هلا مثلاً من تجاربنا إنه من تجاربنا بتصير كأنها ريتولد إنها تم إعادة قراءتها. فهي إنه فعلاً إنه الحكاية هي مصدر لا استلهام قصص يعني فلما بصير في هذا التغيير هي استلهم منها. بس إحنا بنحكي يعني انه الجوهر هناك بس في هاي التعديلات بس ما بنقدر نقول عن هالقصه الخرافيه. بنقول انه هاي قصه مربوطه باسم الكاتب اللي يعني اعاد كتابتها. ممكن كمان في النزعه في الدول في المجتمعات الاوروبيه انه القضيه اي قضيه للاسف العمل بمعيار تجاري. اذا في اقتصاد وتجاره من وراها بنكتب القصه بغض النظر عن ما بنركز على انها خرافيه أو قصة جديدة أو إجت من ثقافة أخرى. فالهدف صار إنه زي ما ذكرت قبل شوية إنه في مؤلفين يعني بيغيروا اسم الحكايات اللي ممكن تكون خرافية أو قديمة حتى إنه يبيع حتى إنه الوالدين يشتروا. خاصة بتعرفوا قصص في بعض مثلا في عيد الميلاد كثير سوق موسمي لقصص الأطفال. يمكن تتوقف على طريقة انتقال الحكايات. يعني في أوروبا لجأوا للكتابة الأخوين جريم مشهورين وهانس كريستيان أندرسون وآيسون 1809 عملوا أول كتاب للحكايات الخرافية وادعوا إنهم ما غيروا بعدين ثبت إنهم غيروا. ف يعني تتوقف على طبيعة المجتمع قديش اللي بده يحكي برجع للكتاب ولا يتناقلوها شفويا. إذا صارت تتداول بالكتابة بدها تتغير لأنه بصير كل واحد وشطارته. بس ما زالها كيف كانت عنا
ما زالها شفوية، واحد بيحفظ عن الثاني. عادة حسب فهمي إنه الست اللي بتبدأ تحكي حكاية نص نصيص ما بتغير فيها عن قصد، بجوز يصير بعض التغيير لأنها نسيت شيء أو مش قادرة تتذكر أو شيء، بس إنه ما بقصدوا يغيروا أو يحسنوا أو يبدلوا، تنحكى الحكاية حرفيا كيف هي. السلام عليكم. ثاني للجمهور أستاذ ربي حتفضلي. السلام عليكم. عليكم سامعين. سامعين. يسعد هالطلي للجميع. تحياتي وتقديري للدكتور شريف كناعني والأستاذ نبيل علقم والأخت المحاورة، كل التحية والتقدير لمؤسسة تامر على هذا الجهد وهذا الدعم يعني لهذا العمل المتميز. طبعا الحديث عن الموسوعة وأهميتها يطول، وهو أعمق حتى من أنك تعبر عنه في خلينا نقول في مداخلة صغيرة. أنا بالنسبة إلي هذا الأمر، لأنه وجود هذه الموسوعة كان فعلا حاجة وتم تلبيتها، وبشكر جدا الدكتور شريف والأستاذ نبيل على إنهم قاموا وأنجزوا هذا العمل اللي راح يظل يعني مخزن مهم جدا لنا للمستقبل حتى نبني عليه ونستفيد منه. مثل ما قال الأستاذ نبيل لما تم الحديث عن قضية كيف ممكن إحنا يعني نستفيد من الحكايات، كيف ممكن نطورها، يكفي إنه جمعت وبهذا الشكل حتى لاحقا يتم لكل من يرغب الاستفادة منها. بس بحبيت أنا بس أحط ملاحظة بإنه بدأ الأستاذ نبيل بقصة رمضان. قصة رمضان نفس القصة الجزائرية اللي سمعتها، حزية فحلة الفحلات، وهذا بيدل على خلينا نقول الاتصال الثقافي بيننا وبين شمال إفريقيا، لأنه هاي القصة الجزائرية موجودة على النت. كمان بحب يعني خلينا نقول أحكي للأخ اللي قدم مداخلة بأنه يعني أنا ما وجدتش الأثر اللي أنا بأمله لما حكيت هاي القصص لأطفالي. بحكي له أنه بجوز الطريقة اللي أنت حكيت فيها أو الأجواء اللي حكيت فيها ما كانتش بالضبط مثل ما كان يجب، لأني أنا بمارس خلينا نقول الحكاية، يعني إعطاء الحكاية أو خلينا نقول إيصال الحكاية لأبناء العائلة ولأبناء آخرين، يعني من الأطفال اللي أنا يعني بتعامل معهم، وبجد قبول وشغف شديد. بالعكس أنا يعني الفترة الأخيرة وجدت ضالتي بالحكاية الشعبية ودائما أبحث عنها واستخدمتها في حكاياتي للأطفال، ولقيت تجاوب كبير، ويعني بعتقد انه هم كمان يعني عندهم عطش للاستماع لهذه الحكايات. لكن بدك تنتبه الطريقه والوقت والاسلوب اللي بدك تقدم فيه هذه الحكايه. وشكرا لكم. اني ناخذها لانه احنا بدنا نختم، فممكن ناخذ كل الاسئله اللي باقيه ونعطي لضيوفنا انهم يعلقوا على الاسئله. احمد كمان كنت بس عندك يعني كانت قضيه انه قضيه الحفاظ عليها او تجميدها بين التدوين، وانه كيف تنحكي هي كمان شغله صوتها. التدوين عم بجمد الحكايه، وبشيء ثاني انه احيانا الروايه بدون يعني بدون ما ارجع للكتاب او انه هذا بيؤدي الى اخفاء كثير اشياء مهمه اساسيه في القصه زي ما بصير معنا احيانا. يعني بالتالي انه بصفي التدوين كانه وكمان حكايه، حتى لان عم بشوف كثير مثلا حكواتيه كمان يعني بيحكوا القصه كيف هم بشوفوها. بنبلش مع دكتور نبيل وبعدين تفضل. نعم تركي عماد مضبوط، يعني ما فيش حل بأيدينا اللي يقول والله احنا راح نحل هذه المشكلة. هي ثقافة، والثقافة تطلع مثلا أغاني عنا، أغاني الدلعونة ولا الميجنة،
يعني هل ممكن تختفي؟ لا، لأنه قالب لحلي بنحط فيه المادة، بس المادة قابلة لأعطاء وظائف مختلفة، يعني ممكن تغني عن الثورة، ممكن تغني عن الغزل، ممكن تغني عن أشياء كثيرة. يعني يمكن أيضاً الحكاية إذا بندرس مكوناتها زي ما درس الدكتور شريف، أكثر واحد درس الحكاية وطريقتها وإلى آخر الدكتور شريف، اطلع على اللي كتبه كل الدكتور شريف عن الحكاية الشعبية وأعمل حكايات منها، وجرب هو تجربتين، واحدة سندريلا البيروية النصراوية وجبينة البيروية، ما سميتها حكاية خرافية، لا ما سميتها، صارت قصة حكايتي أنا، صارت قصتك، بس أنت وين أخذتها؟ التراب ودخلت اللي بدك إياه. هذا متروك للناس يقيموه كيف بدهم يقيموه في المستقبل، بس ما بنقدر نقول عنه حكايه خرافيه زي ما كان الدكتور، ما بقدرش اقول عنه ولا بقدر اقول عنه نعم. فهي يعني قضيه غير يعني مش سهل حلها، انما هذه تخضع للنمو الثقافي اجمالا. اذا ثقافتنا متقدمه وقدرت على ان تواجه وتقاوم والاخره هي جزء منها، راح يكون صب في الموضوع. والا واذا كان العمل فاشل بده يفشل لحاله، لانه شوف قديش شعره عندنا، بس ما قديش اللي انشهروا الشعراء، عدد محدود، قديش كتاب قصة، لأنه مش الكل بيقدر يعني يستلهم، أيضاً مش الكل بيقدر يستلهم الحكاية أو التراث أو الدبكة أو إشي ويتقنها بالشكل المضبوط. هذا بدها شروط و... كان دكتور شريف بده يحكيش عن المرأة، بالضبط. بدك تحكي لنا موضوع الحكاية وكيف يعني كانت اختصاص مين الحكاية؟ أوكي. في كثير سوء فهم إنه ناس بفكروا إنها الحكاية الخرافية إنها هي حكاية للأطفال تنحكى وقت النوم، وأيضاً آخرين بفكروا إنها حكاية عادية اللي بيحكوها كل الناس. هي في الحقيقة صيغ محددة، وكان يحددها الوقت اللي تحكى فيه، مين بيحكيها، وين تبحكوها، كيف بيحكوها. الحكاية الخرافية هي للعائلة، هي مناسبة مثل ما حكينا بالأول للعائلة الممتدة في المساء، حتى بشكل خاص في فصل الشتاء لما بتعتم الدنيا بكير والعيلة كلها بتتضطب على بعضها من البرد، وفي كانون نار بقعدوا حوله، شو بدي يساووا؟ بيحكوا حكايات. ولذلك طبيعتها، اقرأوا هذولا، طبيعتها نسوان، هي تعالج الشؤون اللي بتهم النساء، ما بتعالج الشؤون اللي بتهم الرجال، والرجال ما بيسمعوها. يعني في العائلات التقليدية الرجال في ديوان الرجال قاعدين، وبيت اللي يسموه بيت العيلة بقعدوا فيه للحريم النتوان، وبجوز جارات يجتمعوا معهن. الأطفال لحد سن 11-12، بعد 12 بصيروا يروح على الديوان، والبنات لحد ما تتجوز البنت. فهي حكاية نسائية، الزلمة ما بيحكي، اللي بقعد مع النسوان، في بعض الرجال اللي بقعد مع النسوان وبيسمع الحكايات وبيجوز يحكي حكايات بقولوا عنه نسوان جهة، مش زلمة. يعني الزلمة ما بيحضر هدول الحكايات، ما بيحكي، فيش زلمة اللي قد حاله مستعد يقعد يقول كان يا مكان نحكي ولا ننام، كان هون هالمرأة. هاي مش حكاية الرجال إلهم حكايات الرجال واقعيات، يختلفوا واقعيات فيهن إيش بدنا نقول، صراع، حرب، حب، خسوات،
شو اسمه أبو زيد الهلالي عنترة، صراع بين قبيلتين، علاقة حب بين قبيلتين، هذه حكايات الرجال. الإسلام مش ولا مرة ممكن في ديوان يقعد واحد ويحكي حكاية نص نصيص ولا لا ما بتنحكاش كلهم. معرفش هذا اللي كان المفروض ولا وصلنا، بس معلش اخر سؤال، اخر سؤال معلش منكم كلكم. واحد بتسال بتقول انه انحكى هو، بس ممكن تاكيد عليه انه الحكايات الشعبيه بتنقل قصص عنف وتعاملات سيئه وتنمر وكل هذا الشيء، هل يعني هل الحفاظ عليها او عدم حذف هاي المقاطع من القصص مش بيؤدي الى ضل هذا الصوره النمطيه موجوده او تعكس بشكل ايجابي ضل مؤثر سلبا؟ يعني راح لحذف بعض عشان انه موضوع يعني زي وزارة التربية يعني ما هو اذا بدك تغير فيها بدك تخرجها من اطارها، هيجا مش مقصود تكون تربوية تتعلم في المدارس، هي الاشياء اللي بتعتبرها مش تربوية ومش مليحة، مليحة في الإطار اللي بتنحكى فيه. يعني الست اللي قاصدة مثل ما قلنا الحماة اللي حاقدة على كنتها وبدها تسمعها، نقي حكاية اللي مناسبة لهذا الحكي. بدك تأخذ الإطار اللي تحكى فيه والأهداف اللي بتنحكى إلها ثقافتها الخاصة، خرجها من ثقافتها الخاصة بتبطل تنفع، مش بس لا عندنا فرضية أنه دائما المتلقي هو متلقي سلبي، وبالتالي كل ما يرد في حكاية ما من قيم وأفكار ومفاهيم يجب أن يتلقاها وأن يأخذها ويستوعبها وما عنده رؤية نقدية. إذا أنا برأيي الشخصي إذا بنمسك حكاية فيها مفاهيم على سبيل المثال سلبية تجاه المرأة، أنا بفكر أنها أعظم من القصة اللي بتمدح المرأة في إطار الشكل اللي بنتعامل فيه مع القصة. يعني إذا بتعاملوا الأطفال مع القصة بطريقة نقدية وبيقدروا يستكشفوا إنه هذا الدورة وهذا المفهوم وهذا الخطاب هو خطاب سلبي تجاه المرأة، أنا باعتقادي هو بيقدم خدمة تربوية أفضل من القصص اللي هي ذات طبيعة فقط هيك يعني مادحة يعني بهالمحل. وبالتالي هي السؤال الأساسي أنا برأيي إنه ما في قصة إيجابية وقصة سلبية بهذا المعنى. هذه قصص موجودة بتعبر عن تاريخ وثقافات معينة، وبالتالي تأويلها وقراءتها هو الأساس. يعني زي ما بقوله ما في عمل فني جيد أو عمل فني سيء، العمل الفني جوهره هو شكل التواصل معه، المقاربة نفسها هي العمل الفني وليس الغرض الفني بحد ذاته. وبتصور هذا كمان ينطبق على الحكايات الشعبية. صح. يعني المقاطع اللي بيكون على فيها عنف وإلى آخره قد تكون هي أفضل ما في الحكاية. يعني هاي بده يطلع عليها الواحد، وبعدين مش أنا بقرر. يعني هذه الكوب اللي عاشت 3000 سنة معناها قابلة للحياة ومش يعني ما انتهاش. لا أنا بوافق على فكرة أنه في قيم سلبية بالمجتمع ويعبر عنها في القصص، أنا بوافق، بس أنا بقصد أنه نقدر نتعامل معها. يعني ليش إحنا نقصصها؟ بنمسكها وبنفكفكها، بنمسكها وبنحللها، بنمسكها وبنعيد قراءتها، بنمسكها وبنستلهم ما نريد منها وبنحذف ما نريد منها. نعم ودرسها ووظفها هذا المقصود، بين المقصود فيها. بس هي لما بتحكي عن القيم مرات بتحكي بما لا يرضي أدواخنا، بس مش معناها هي غاطلة، مش معناها غاطلة طالما هي موضوعة بسياقها كحكاية خرافية بدها تظل زي ما هي. بشوى إنه اللي بده يحكي في الموضوع يكون قادر على التمييز الدقيق بين الحكاية الخرافية وباقي أنواع الحكايات. إحنا بنحكي عن نوع محدد لأهداف محددة، يحكى بأطر محددة، له مواصفات محددة. يعني نقدرش نحكي عن الحكاية بشكل عام
ونقولها. طيب قصة ليلى والبئر، قصة ليلى والبئر في كتابة حديثة لها إنه تتم نهاية سعيدة بدون موت، هلا كيف لا ليلى والذئب مش حكاية خرافية. لا ليلى والذئب قد تكون اصلا كانت حكاية خرافية، بس هي حكاية متناقلة من خلال الكتابة، يعني كل واحد كتبها طور فيها وغيرها. حكاية ليلى والذئب، لكن توجد حكاية شبيهة بليلى والذئب اللي بعدها حكاية خرافية. شو هي اللي بروح؟ في حكاية اللي قد تكون ليلى والذئب أصلاً أخذت منها حكاية الأم بتودي بنتها. اللي بتودي بنت، الأم بتودي بنتها تأخذ أكل لستها، وبالطريق بلاقيها ذيب. وشو بسألها بسألها ليش تسأل ليش الثاني كبار ليش بالآخرة ليش هاي القصة. نعم يعني هاي موجودة عندنا وهي عالمية في كل الثقافات توجد. بس يعني عندنا أكثر من نسخة، أكثر من صورة إلها، يعني تجد إنه هي يعني موجودة عندنا وعودنا استوردناها من برا، يعني ليلى والذئب جبناها من الخارج أيضا بعد ما غيروا بس لا يعني هلأ عادة كتابتها من محل جديد. هلأ هو إنه أوكي يعني مرات في هذا الإيحاءات، يعني في مثلا قصة وحشون مجرد إنه البطلة لابسة الشال الأحمر، ففي بصير مثلا قراءات وتحليلات اللي بصير في إسقاط إنه هذه هي ليلى والذئب. فبس هذه مش القصة الخرافية، يعني ما بنحكي عن القصة الخرافية الأصلية، فهي هلأ راحت بسياقات جديدة اللي لها علاقة بكاتبها. ويمكن كمان في كتاب هلأ اللي بيحاولوا يكسروا الصور النمطية عن بعض القصص عن سندريلا ولا عن ليلى والذئب، وبصير في تناول تماما جديد لإلها. بس هذا لا يعني هي القصة الخرافية، فهي أخذت حياة يعني جديدة تماما، بس ما يعني في هذا التقاطع الصغير، بس يعني عالم جديد. طيب منوقف هون مختصر مفيد. اللي بده يعرف الحكاية الخرافية على حقيقتها اشتري الموسوعة. شكرا كثير لكم، بانتظار مشاريعكم القادمة دكتور شريف. أهلا، شكرا حضورنا الكريم.